اروح مع حضراتكم كمان لحاجه مهمه جدا، انه الحقيقه في لحظات تاريخيه مش بنقدر ننساها، ولا جمهور الاهلي العظيم عمره هيقدر ينساها. زي النهارده سنه 2006 حقق الاهلي واحده من اغلى بطولاته القاريه بهزيمه الصفاقسي التونسي بهدف نظيف سجله كابتن محمد ابو تريكه اللي قتل احلام جماهير الصفاقسي بمدينه رادس في الدقيقه 91 للمباراه النهائيه بدوري الابطال. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي.